أعمال هذه الدورة. أنا غادي نستعرض في واحد النقطة يعني قبل ما نشرعوا في المناقشة ديال جدول الأعمال، هي الأولية تتعلق ب جوج اتفاقيات الشراكة. اتفاقية الشراكة بين الغرفة وتعاون ياسكو بارتي، وأيضا اتفاقية الشراكة بين الغرفة والجامعة الوطنية للحلاقة التي ربما نرتئي أن نؤجلها، غادي نأجلو من أجل التدقيق يعني في الجانب القانوني أن ما كاينش هناك إلا تنسي لها العيسى وتزايد خلاص يا حنا الحمد لله غادي نخليو الدورة مفتوحة نروحو للعيسى خليو الدورة مفتوحة حتى يدوز عند الورشي ديال العيسى ونعطيو ليه الكلمة لأن هنا في المجموعة ديال النقاط اللي خاصها يجاوبوا اللي غادي يجاوب عليها وفيها قرارات هي السيدة الرئيسة. أنا كنظن القرارات يعني كاين المكتب كاين النواب القانون واضح بين السادة المستشارين، لأن مادام أننا باقي ما كسبناش حتى الحد الأدنى من حق المستشار، فكيف يعقل أننا غادي يعني غادي نزيدوا قدام وغادي يعني ديرش توجيه، حنا خدام أنا خلاص نتكلم وأنت ملي كاع تكلم على راسك،
كان يقول سوشي ديال الكلام حنا كنعرفوا شكون اللي معاه وشكون اللي ضد ما ديرش سوشي ديال الكلام السيد الرئيس قلتي انكم ناقشتوها بالمكتب قلتوا سيدي راه حنا خاصنا واحد الوثائق طلبتوا واحد الوثيقه جات الوثيقه تحطات في اللجنه يا اخوان ما جاوش في اللجنه ما حضروش تحط طلب طلب راه عندكم ما تقولش عليه طلب طلب الله يجازيك بخير كتكلم مع السيد الرئيس طلب ديال طلب ديال طلب كاين طلب كاين المين في القانون كاين السيد الرئيس انا كنتكلم مع السيد دابا تدويتي على اللجنه ياك وخلي نعرف انا عضو في اللجنه غادي تدويتي طرحت واحد بلاتي طرحت واحد بلاتي طرحت واحد الاشكاليه في اللجنه ياك حنا عضو في اللجنه ياك قلت يا سيدي اننا ما كنحضروش ياك حنا ماشي قلت لا ماشي لا ماشي انا غادي كنمشي على الفتاح كنمشي على الشركه كامله حتى واحد الاقتراح مع الرئيس غادي يعني غادي نزيل كل شيء دابا حنا بعدا مرات كيجي اجتماع تزامنا عندنا مع دوره ولا مع شي حاجه حنا كنطالبوا من الرئيس اللجنه يعني انه يعلمنا مسبقا واش هذاك النهار واش غادي يلعبنا واش كان سالين ونحضروا ماشي ما نحضروش واحد بالنسبه للجنه قال الاخ ان اللجنه حضر غير الرئيس حنا نكتفيو بان الجلسه الاولى ما كانش النصاب الثاني ما جاوش النصاب راه ولينا غير التقرير ديال هذا الرئيس الرئيس يحضر ياك عطيتو الوراق رانا الرئيس يكتب لنا التقرير ويوقعو ويعطيهم الجمعيه الهامه ويتحكم سويا شكرا واش كاين شي تقرير يا باشا ما كاين والو باشا الشراكه بجوج يساهمها بالدراسه لا صافي دابا شوف دابا عطينا دابا الجمعيه دابا الجمعيه سيد الطارق دابا حنا غنعرضوا على الجمعيه العامه الى صوتوا عليها الله يسخر حنا عندنا حسن النيه ولكن حنا واحد المنظور حنا كنقولوا ان الوراق تكونوا مقادين لان حنا في المكتب تنهضروا على فيدراليه في اللجنه جات فرع اذا كاين واحد دابا حنا كاينه الجمعيه حنا عندنا حسن النيه مادام دازت في اللجنه حنا مبارك مسعود بغاو يدوزوا الجمعيه العامه هي سيد القرار وشكرا تفضل سي بوخير لان البروتوكول ديالها كله جا جا المصور ديالها جا الكاتب ديالها جا البروتوكول ديالها الكاتبه ديالتها على تواصل معي على تواصل معي الى اخر دقيقه ولكن ملي جيت كتحاضر في موقع الاحتفال مشيت بدلت حوايجي وعيطات لي الاخت نعمت وقالت لي راه جا الكاتب ديال الاخت ديال السيده العوده وعطاني قال لي قولي لي التوقيت بالذات قلت لها قولي لي 3:30 جايه كنجري تلاقيت قالت العمده ما بقاتش جايه فانا باقا كنتسائل علاش ما جاتش العمده والتطور البروتوكول ديالها الطاقم ديالها كله كاين كله حاضر تما المصور اللي سابقه خصو يصورها في النزول ديالها ويتابعها في الزياره ف هذه نقطه من جهه ما كاينش المساعد حنا كنبغيو نرفعو ولكن كان خصنا من يواكبنا ومن يساعدنا على ذلك ف ما غاديش نقول اكثر من هذا الشيء اكتفي باش ما نخرجش شي حاجه اللي غادي كننوه كذلك لي بغيت نقول لك السيد الرئيس المحترم واش هاد الشراكات غادي يستافد منهم الصانع التقليدي
واش هاد الشراكات اللي دايرين غادي يستافد منهم الصانع التقليدي اللي كيعيش البؤس البطاله الفقر الهشاشة. خاصكم سيدي الرئيس المحترم ديروا لهاد الصانع التقليدي مشاريع مديره للدخل قرض بدون فائده، مشكل لاسينيسيس، الناس كيعانيوا. سيد الرئيس المحترم، الناس ما عندهمش العيد، الناس كتسالم ثلاثة شهر كرا. يا ريت تكون هنا المطيفة على الصانع التقليدي من أجله، حنا كنعيشوا معاه، الناس ما عندهمش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.